السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية، إليكم أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط، وخطيب الجمعة يؤكد أن المسلمين يعتزون بالاعتراف بكل الشرائع والملل ويجلون جميع الرسل لأن الإسلام دين مشترك. داخل أروقة الأمم المتحدة لقاءات ثنائية ومباحثات متواصلة، أبرزها مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. النسخة الأولى للجامعات الصيفية للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب تنطلق بالدار البيضاء وتختار شعارا لها: مقاولة قوية، مغرب رابح. الكوكب المراكشي يعود بثلاث نقاط ثمينة من تطوان بعد التغلب على المغرب التطواني بحصة 4 أهداف لهدف 1. أهلا بكم بالرباط. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم صلاة الجمعة بمسجد حسان. التفاصيل. جمعة مباركة كلها خير وفضائل وشكر لله عز وجل. بمسجد حسان بمدينة الرباط أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله صلاة الجمعة وسط أجواء روحانية مغمورة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، منبع الأخلاق والمكارم ومصدر الفضائل والمحاسن، وهو الهادي لأقوم الطرق وأوضح السبل ولكل ما هو أعدل وأصوب، سواء في العقيدة والعبادات أو في الأخلاق والمعاملات. ولقد أكرم الله عباده المؤمنين بيوم الجمعة المبارك والمضاء بالنفحات الربانية، وحفظ الله هذه الأمة المتعلقة بأركان الدين والمتعاهدة بمكارمه والداعية إلى حكمته في تحصين للعقيدة وصيانة للوحدة المذهبية والدود الدائم عن الثوابت والقيم. وأشار الخطيب في خطبتي الجمعة أن الإسلام يرى في عقيدته وفكره أن الأصل في هذا الكون إنما هو التنوع والتمايز والاختلاف، فالواحدية والأحدية للذات الإلهية فقط، وما عدا الذات الإلهية يقوم على التعدد والاختلاف، وهو القانون التكويني الذي يسود ويحكم كل عوالم المخلوقات في الإنسان والحيوان والنبات والجماد وفي الأفكار والفلسفات وفي الشرائع والملل والدين. ويعتز الإسلام والمسلمون، يقول الخطيب، بالاعتراف بكل الشرائع والملل وجميع النبوات والرسالات وسائر الكتب والصحف والألواح التي مثلت وحي السماء إلى جميع الأنبياء والمرسلين منذ فجر الرسالات السماوية وحتى آخر وخاتم هذه الرسالات. وفوق هذا الاعتراف هناك القداسة والتقديس والعصمة والإجلال لكل الرسل وجميع الرسالات. والذي ينبغي فهمه واعتباره هو أن الاختلاف لا يجوز أن يكون سببا في التناكر والعدوان، بل يجب على الناس أن يستفيدوا مما يتضمنه من تعدد الإسهامات في مختلف المجالات في جو من التعاون على البر والتقوى. وأضاف خطيب الجمعة أن الذي يقرأ القرآن يعرف كنه هذا الدين، إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا يشوبه شرك. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا.
في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة الذي جعله عز وجل أسعد الأيام وأغلاها وميز هذه الأمة به وجعله عيدا لها، أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة الجمعة بمسجد حسان بمدينة الرباط وسط رحاب محملة بحمولات التاريخ ومعززة برصيد راسخ من الأصالة ومحبة بيت آل رسول الله التي تدعو إلى الصلاح والإصلاح وتحث على أخلاق القرآن. وأمير المؤمنين على هدي السلف المطهر يكرس فضائل الدين ويحفظ لهذا الوطن الأمين تميزه بالوسطية والاعتدال والتسامح في ظل العقيدة والثوابت السامية، معززا التحاب في الله والتخلق بأخلاق القرآن الكريم والتمسك بقيم التضامن والتآزر. مستجدات القانون المنظم لصندوق التكفل العائلي شكل موضوع يوم دراسي أحاط بمختلف مقتضياته، مشروع يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وتبسيط الإجراءات. خديجة زروال وسمير بركة. عندما نتحدث عن صندوق التكافل العائلي تطرح إشكالية من هم المستفيدون من هذا الصندوق وكيفية تطبيق الإجراءات والمساطر الخاصة بذلك. هذا اليوم الدراسي هو لشرح وتوضيح مقتضيات هذا القانون لتسهيل عملية تنفيذ المساطر من طرف المختصين في هذا المجال. خلق حملة تعبئة يومية في كل المحاكم باش النساء والأطفال والمطلقات والأمهات المعوزات يوجدوا التجاوب الفعلي من طرف الدولة تنفيذا وإعمالا لتوجيه جلالة الملك للإسراء في مواجهة العجز الاجتماعي والفقر والهجر. القانون الجديد تدارك بعض النواقص التي كشفت عنها الممارسة العملية والتي كانت تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، حيث وسع من دائرة المستفيدين وبسط الإجراءات والمساطر. الجديد عندنا هو استفادة الزوجة المعوزة اللي محكوم لها بالنفقة، يعني ذاك الزوجة اللي كان الزوج ديالها ما كينفقش عليها وصدرت واحد الحكم أو صدرت حكما ضده بالنفقة وما بغاش ينفذ أو لا تعذر عليه التنفيذ أو نظرا لإعساره، اليوم غادي يكون من حقها أنها تستفد من المخصصات ديال صندوق التكافل العائلي. صندوق التكافل العائلي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة والحد من الفقر وضمان مورد عيش كريم لهذه الفئات. داخل أروقة الأمم المتحدة تتواصل اللقاءات الثنائية والمباحثات التي تجمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع العديد من وزرائه. اليوم أجرى مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتس، ومن نيويورك أعلن وزير خارجية جمهورية جنوب السودان أن بلاده لا تعترف بوجود البوليساريو، مؤكدا أن الرئيس سالفا كير مياريديت بعث رسالة في هذا الشأن إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولنعود لهذا الموضوع لاحقا. وبنيويورك دائما نجح المؤتمر الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي للأونروا في توفير دعم إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقيمة 120 مليون دولار، كما دعا إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لهذه الوكالة الدولية. فلسطينيين دائما شهداء جدد ينضافون إلى لائحة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل. مريم العفير. كما هو الحال منذ 27 أسبوعا ضحايا جدد سقطوا في غزة هذا اليوم، 6 منهم استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أصيب العشرات بجروح وبحالات اختناق. تم تحويل 40 حالة منهم إلى المستشفيات، من بينها حالة حرجة جدا للطفل وحالة خطيرة لشاب تلقى كلاهما طلقة في الصدر. حاملين شعار جمعة انتفاضة الأقصى، توافد آلاف الفلسطينيين باتجاه المناطق الحدودية في غزة للمشاركة في المسيرات التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة. الأخيرة أكدت أن هذه المسيرات ستستمر حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار المفروض على غزة وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هجر أجدادهم منها عام 48 900 و1000.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع على المتظاهرين، في حين قام متظاهرون بإشعال إطارات مطاطية وإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال. ويقول منظم الاحتجاجات إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. ومنذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 من مارس الماضي قتل ما لا يقل عن 190 فلسطينيا. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنها اتفقت مع الرئيس التركي على السعي لعقد اجتماع رباعي لبحث الوضع في إدلب السورية أكتوبر القادم. ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي بأن أنقرة تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا. في رده على اتهامه بالاعتداء الجنسي، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو ينفي هذه الاتهامات، مؤكدا على أنه رجل بريء وأنه لن يسحب ترشيحه. وعبر العالم، سوء الأحوال الجوية متواصل، أعاصير وفيضانات أدت إلى تدمير المباني وألحقت أضرارا كبيرة بالبنيات التحتية في عدد من بقاع المعمور. فرح سعف. نذر موسم جديد من الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية القصوى بدأت تلوح في الأفق. إندونيسيا اعتلت قائمة بلدان العالم التي استهلت خريف هذا العام بزلزال بلغت قوته 7.7 درجات على سلم ريشتر حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهزة الأرضية ضربت جزيرة سولاويزي، تلتها هزتان وقعتا لاحقا عند السواحل الإندونيسية، وهو ما أسفر عن مقتل شخص وجرح عشرة آخرين. وفي الوقت الذي تحصي فيه أندونيسيا خسائرها، تستعد اليابان لاستقبال إعصار جديد مصحوب بأمطار طوفانية ورياح عاتية. الإعصار الذي لا تزال حركته بطيئة حتى الآن ستشتد سرعته في الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يضرب جزيرة أوكيناوا غدا ليتجه لاحقا نحو كيوشو ومنها إلى جزيرة هونشو. أوروبا هي الأخرى ترزح الآن تحت وطأة العواصف. اليونان، التشيك، بولونيا وغيرها من الدول الأوروبية شهدت فيضانات غير مسبوقة في هذه الفترة من السنة بسبب عاصفة ميديكين التي وصلت إلى السواحل الأوروبية قادمة من شمال إفريقيا، وينتظر أن تحط الرحال بتركيا مع نهاية الأسبوع. ويحذر خبراء المناخ من أن تتحول العاصفة إلى إعصار ذي قوة عاتية بسرعة رياح تفوق 160 كيلومترا في الساعة. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة نزول زخات عاصفية محليا قوية مصحوبة ببرد وهبوب رياح اليوم وغدا بمناطق سوس، ماسة، الحوز، تنسيف، سهول، تادلار، حامنة، الجنوب الشرقي، هضاب الفوسفات، دكالة، عبدة، مرتفعات الأطلس والأقاليم الجنوبية. كما يتوقع استمرار هبوب رياح قوية بالمناطق الشمالية للمملكة قد تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة. والانعكاسة السلبية للتغيرات المناخية ألحقت أضرارا كبيرة بالثروة الطبيعية لجهة درعة فيلالت، والتي ترتبط أساسا بالواحات، وضع اتخذت من أجل تجاوزه العديد من الإجراءات والتدابير. من أرفود روبورتاج سكينة الإدريسي ونور الدين النفعي. نحن في واحة بوية بإقليم الرشيدية. هذا المكان الإيكولوجي الساحر أصبح مهددا بسبب زحف الرمال، ومن أجل حماية هذا الموقع الطبيعي بادر الفلاحون باتخاذ بعض التدابير. كانوا قفال الكثبان الرملية بالتلاي وبالزرب التحويط ديال هذا الكثبان الرملية، وهذه التقلبات اللي كاينه ذكرى هي اللي كتدخلنا الرملة لفدادنا وعينا ما نحاربوها. تدابير أخرى اتخذتها وزارة الفلاحة ووكالات متعددة متخصصة في تنمية وحماية الواحات، منها إنجاز مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات الذي يسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية. الهدف الرئيسي الأول هو تحسين كفاءة تأقلم ديال الساكنة،
وكذلك الحفاظ على الموارد وخاصة الموارد المائية، وكذلك تنويع موارد الدخل بالنسبة للساكنة المحلية. هذه التغيرات المناخية كتعطي كذلك بزاف ديال الفيضانات بعض المرات اللي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كي يقاوم هذه الفيضانات ببناء جدران وقائية وبناء سدود تلية إلى آخره باش نستفدوا من هذه المياه التي اللي كتدوز. للواحات سحر خاص، وهي أيضا تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مهما، لذلك تجندت كل الجهات المعنية للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي يقطن بها حوالي 15% من المغاربة. إلى ضريح محمد الخامس بالرباط، توجه وزير التجارة والصناعة بجمهورية إفريقيا الوسطى حيث ترحم على الروحين الطاهرتين لجلالتي المغفور لهما الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. نتوقف اللحظة عند جديد المال والأعمال وأخبار البورصات الوطنية والعالمية مع سهام بوخليفي. سهام أهلا بك. أهلا بك قيس وبالمشاهدين الكرام. إذا سهام، البداية من مدينة الدار البيضاء وانطلاق الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب. بالفعل قيس، تحتضن العاصمة الاقتصادية للمملكة الدورة الأولى للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اجتماع سيمكن من تحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها أن تواكب النمو والتغيرات التي تؤثر على اقتصادنا. من الدار البيضاء المتابعة لياسر العمراني وحمزة السايح. مقاولة قوية، مغرب رابح. الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومن خلال جامعته الصيفية الأولى من نوعها يبحث رفقة ثلة من الفاعلين الاقتصاديين في السبل الكفيلة بتقوية المقاولة وجعلها قادرة على مواكبة التحولات التي يعيشها النظام الاقتصادي الوطني والدولي. التحولات اللي كيعيشها العالم لها تأثير، التحولات التكنولوجية، التحولات الجيوسياسية، التحولات الاقتصادية، هذه المظاهر المتعددة اللي كنشوفوها اليوم طبعا لها تأثير مباشر على بلدنا ولا تأثير مباشر على المقاولات. النقطة الثانية هي مرتبطة بطبع، كنا كنفكروا في نموذج تنموي جديد، والمقاولة لها دور والاتحاد العام لمقاولات المغرب له دور في هذا الإسهام. اليوم الأول من التظاهرة تميز بعقد مجموعة من الجلسات العامة، جلسات تطرقت إلى مواضيع من قبيل الابتكار والرقمنة ودور رأس مال البشري، إلى جانب أهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال. إنها لحظة مهمة بالنسبة للمسؤولين الاقتصاديين المغاربة، وذلك لتقييم التعبئة الموجودة على المستوى الاقتصادي بجميع ربع المملكة. وتنظيم هذا الحدث داخل مؤسسة جامعية يأتي للتأكيد على أهمية النظام التعليمي والتكوين في إعداد جيل قادر على تأسيس مقاولة الغد. هذا اللقاء ما بين عالم المقاولة والعالم الأكاديمي سوف يعطي انطلاقة جديدة وروح جديدة بالنسبة لروح المقاولة في المغرب وتشجيع الطلبة والشباب المغربي. تتواصل أشغال الجامعة الصيفية المنظمة من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في دورتها الأولى من خلال إجراء مجموعة من الجلسات العمومية. الخبراء الاقتصاديون هنا يؤكدون على ضرورة البحث عن نظام اقتصادي جديد قادر على رفع التحديات الراهنة، من أبرزها تنافسية المقاولة، فمقاولة قوية يوازيها مغرب قوي. ياسر العمراني، حمزة السايح، الأولى، الدار البيضاء. في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة والتسميد المعقلن، أطلق المكتب الشريف للفوسفات بإقليم أسفي آلية جديدة بهدف مواكبة الفلاحين وتعريفهم بطرق استعمال الأسمدة لتحسين المردودية. المهدي محب وعبد الغني الطهراوي.
المثمر لخدمات القرب، آلية جديدة أطلقها المكتب الشريف للفوسفات لمواكبة الفلاحين، آلية توفر مختبرا متنقلا لتحليل التربة وتشكل دعامة تكوينية وتواصلية حول الممارسات الفلاحية الجيدة. غاية من هذا كله هو تحسين المنتوجية والمرضودية للإنتاج الفلاحي، وبالطبع تترتب على ذلك تحسين ظروف المعيشة للفلاح التي تشجعه على الاستقرار وتوفير مجموعة من الفرص للشغل قصد الحد من الهجرة القروية. استفدنا بنوع السماد الجديد المركب ثلاثي الـNPK، كما اختيار المنطقة لم يأتي عبثا، وذلك لأن هذه المنطقة معروفة بجودة حبوبها لا من ناحية الإنتاج ولا من ناحية الجودة. هذه الآلية الجديدة تتميز بالمرونة والاندماج وتعدد المكونات من أجل خدمة الفلاحين المغاربة ومواكبتهم داخل 20 إقليما بالمملكة خلال الموسم الفلاحي الحالي. برنامج متكامل اللي هو المثمر الذي يجسد التزام OCP من أجل فلاحة مستدامة ومثمرة بالمغرب، وكيتضمن هذا البرنامج منتوجات وحلول للسوق المحلي. آلية المثمر وضعت تقنيات رقمية من أجل ضمان استيعاب سهل وبسيط للمعلومات التقنية وبالتالي المساهمة في تنمية وتطوير فلاحة مثمرة ومستدامة. بإقليم شفشاون وفي إطار مخطط المغرب الأخضر تعرف زراعة أشجار التين نموا كبير، كيف ذلك سهام؟ تقدر المساحة الإجمالية لأشجار التين بإقليم شفشاون ب 6000 هكتار، فيما تصل الإنتاجية إلى 16000 طن. وفي إطار مخطط المغرب الأخضر تمت برمجة ما يناهز 3000 هكتار من أشجار التين بالإقليم لاستبدال زراعة الحبوب بأشجار التين. حنا شكر العلوي وعبد العلي قنوني. خلال هذه الفترة يعرف إقليم شفشاون عملية تحصين أشجار التين المزروعة حديثا ومدها بالماء لحمايتها وضمان الحصول على مردودية أفضل بهذا القطاع الذي يحتل نسبة 12% من المساحة المزروعة على الصعيد الوطني، والذي حظي بإمكانيات مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر تمثلت في الرفع من المساحة المغروسة واختيار أصناف التين الملائمة للمنطقة وإحداث وحدات عصرية للتجفيف. منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر يعني تمت برمجة ما يناهز 3000 هكتار كتشجير لهذا القطاع لتقوية هذا القطاع، لأنه هذه الاستغلاليات هذو يعني تتعرف واحد النوع من انجراف نتاع التربة، فاختيار هذا الأشجار المثمرة يعني سيمكن يعني بين تثبيت الأرض وحتى لا تتم انجرافها. عندنا ثلاثة الأصناف اللي هي المستاري والقوطي والأورناكسي، بالإضافة لواحد النسبة مئوية ديال 8% ديال يعني ديال الدكار، كنقولوا ديال الدكار اللي كيزيد يعزز من الإنتاجية ديال المحيط. بكل من جماعتي المنصورة السفلى وبني أحمد الشرقية بإقليم شفشاون تم تهيئة وحدتين لتثمين التين في إطار مخطط المغرب الأخضر لفائدة نساء المنطقة اللواتي يشرعن في عملهن انطلاقا من شهر شتنبر، ويمر المنتوج بمراحل متعددة ليتم تثمينه وتزويد السوق بمنتوجات متنوعة وذات جودة عالية. عملت المديرية الإقليمية فلاحة على تأهيل 3 تعاونيات تتعمل في جفيف التين. هاد التعاونيات استفادت من ترميم الوحدات وكذلك من تجهيزهم بمعدات حديثة. كنجيبوا التين لهاد الوحدة كنغسلوه كنغسلوه كنجفوه، من بعد كنديروا لومبالاج، كنخدموا على الكرموس في لومبالاج، كنخدموا على الكرموس بالصحتار، كنخدموا على الكرموس بالزيت. 2,400,000 درهم هي إذن الميزانية التي تم تخصيصها بإقليم شفشاون لإحداث وتهيئة وتجهيز وحدات عصرية لتجفيف التين قصد المساهمة في تنويع هذا المنتوج وضمان جودته وتحسين دخل النساء العاملات بهذا المجال. وإليكم اللحظة مشاهدينا أهم مؤشرات الأسواق المالية وأسعار صرف العملات.
إذن بهذه المؤشرات ننهي أخبار الاقتصاد قيس. شكرا لك سهام. وبالعودة للتساقطات المطرية التي عرفت العديد من أقاليم المملكة، إقليم قلميم شهد الزوال اليوم تساقطات عاصفية خلفت أضرارا وأدت إلى جريان بعض الأودية. أمطار قوية مصحوبة برياح كانت قد توقعتها مصالح الأرصاد الجوية الوطنية. الحافظ محضار ومحمد فاضل أبيدة. أمطار عاصفية قوية تهطلت على مدينة قلميم زوال اليوم، حولت جل أحيائها وشوارعها ومسالكها الرئيسية إلى ما يشبه برك مائية. تساقطات استثنائية وفي ظرف زمني محدود أضرت بممتلكات المواطنين بعد أن غمرت المياه العديد من الأحياء وأعادت إلى الذاكرة فيضانات خريف 2014. جات الشتاء مجهدة والناس ضاعت والرعدة هذا المهم، وجا داكشي على غفلة والناس ضاعت، جا الماء كثير، المهم الناس ضاعت. يا ربي حامدينك، ولكن واحد القضية اللي واعرة فيها هنا القوادس زيكوات ما كاينين، راه ميتين اللي زيكو راه ما دايرين شيء. هذه التساقطات المطرية القوية وعلى الرغم من آثارها الجانبية خاصة داخل الوسط الحضري، إلا أنها خلفت بالمقابل ارتياحا في نفوس عدد كبير من المواطنين وساكنة الإقليم التي استبشرت خيرا بهذا الصبيب الذي سيكون له انعكاس إيجابي على مختلف الأنشطة الفلاحية المزاولة بالمنطقة. الحمد لله فرحنا به، والكسابة الحمد لله حتى وما غيستفدوا في هذه الشتاء هذه، والناس باش يحرثوا الناس وشدوا الناس الماء الحمد لله. الله ما يرحمك، هذه واحد 3 سنين ولا 4 دابا الشتاء ما كاينه، هو دابا الحمد لله الحمد لله راه تفاجئنا خير الحمد لله، الفلاحه فرحانين. وكانت التساقطات المطرية التي شهدتها اليوم ربوع من جهة قليميم وادنون قد تسببت في تعطيل حركة سير العربات بين إقليم قليميم وإقليم سيدي إفني نتيجة تضرر بعض المنشآت الفنية التي أتت عليها سيول الأودية. في موضوع آخر، انطلقت اليوم برباط أشغال المؤتمر الوطني 13 لحزب الحركة الشعبية. المؤتمر ينعقد على مدى 3 أيام تحت شعار حركة من أجل الوطن. رشيد إيكن وعثمان تيسي. كل من حضر هنا من حركيات وحركيين يعتبرون محطة المؤتمر مفصلية في تاريخ الحزب الممتد على مدى 60 سنة. الحركة الشعبية حزب تنتظره تحديات ورهانات، عبارات رددت بقوة في كلمات المتداخلين، ومنها أساسا الانفتاح على أطر وطاقات جديدة واستقطاب كفاءات فاعلة يمكن الاعتماد عليها لتقوية الحزب وأدائه وسط الساحة السياسية. المؤتمر ديالنا غادي يكون انطلاقه بالنسبه للحزب ديالنا، اننا غادي نراجعوا نفوسنا ونراجعوا التوجهات ديالنا ونراجعوا بعدها ونديروها ملائمه للاوضاع الحاليه. تنتكلموا بزاف على التاريخ وهذا شيء جميل وقوي، ولكن الظروف الراهنه ليست ظروف الخمسينات وليست ظروف الستينات، فاليوم كاين رهانات اخرى. أولى الرهانات المطروحة على المؤتمر هو مشروع القانون الأساسي الجديد المعروض على أنظاره، إذ يصنفه المنظمون ضمن الجيل الجديد للأنظمة الأساسية المؤطرة للأحزاب السياسية. المشروع المعروض على أنظار المؤتمر للتجويد أو الاعتماد كما هو ينطلق من بناء هيكلة جديدة للحزب تركز على البعد الجهوي في هيكلة الحزب. أيضا اعتمدنا مبدأ الاحتكام لصناديق الاقتراع والخيار الديمقراطي في تحمل جميع المسؤوليات بدءا من المكتب المحلي وصولا إلى الهياكل القيادية بما فيها الأمن العامة. قمنا أيضا بالفصل بين الهياكل التقريرية والهياكل التنفيذية من خلال تقوية اختصاصات البرلمان. ثلاثة أيام من التداول والنقاش ستمكن المؤتمرين من تشخيص شعار المؤتمر حركة من أجل الوطن وبلورة تصور جماعي للتحديات المطروحة أمام الحزب خلال الظرفية الراهنة وسبل تجاوزها. بالنسبة للشعار هو ليس جديد بالنسبة للحركة الشعبية، هي في مرجعية التأسيس ديال الحركة الشعبية كانت مع الوطن وإلى الوطن ومن الوطن. احنا دائما إن شاء الله نتفائل أن اليوم إن شاء الله وهذه الأيام أن يكون عرس حركي ديمقراطي
بالنسبة لنا احنا كمعتبرين كنتظروا تجديد ديال الهياكل ديالنا، وكنتظروا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نبانوا في الساحة السياسية اكثر، لانه الوقت الراهن بغى على اساس انه نزيدوا نضبطوا مزيان الهياكل ديالنا ونضبطوا القواعد ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتظروا منه ان شاء الله يعطي واحد الاشعاع ويسلط الضوء على المرأة المغربية والمرأة المعاقة بالخصوص، بحيث يعطيها اهتمام من كل الجوانب والمجالات كاملة باش تحظى بالحقوق ديالها كاملة. المؤتمر الوطني 13 محطة تنظيمية أخرى تنضاف لرصيد حزب الحركة الشعبية، كل المناضلات والمناضلين يراهنون عليها من أجل التغيير. بأزمور اختتمت منظمة الشبيبة الاشتراكية جامعتها الصيفية التي نظمت تحت شعار من أجل وطن يتقدم بشبابه، والتي ناقشت عددا من القضايا المرتبطة بالشباب وبانخراطهم في العمل السياسي. أمين هناوي ومحمد زيان. الحفل الختامي للجامعة الشبابية الصيفية التابعة للشبيبة الاشتراكية عرف حضور مختلف أطر وأعضاء حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى أساتذة باحثين ومختصين في قضايا الشباب والتنمية المستدامة. حفل يختتم 5 أيام من النقاش وتبادل الأفكار بين الشباب الحاضرين من مختلف مناطق وجهات المملكة. يحضر هذه الجامعة أزيد من 500 شاب وشابة لفتح النقاش حول قضايا أهمها التعليم والتشغيل للشباب في مغربنا اليوم، ثم أيضا الانفتاح على عدد من اللقاءات السياسية مع وزراء حزب التقدم والشراكية مع أساتذة جامعيين وفعاليات مهتمة طيلة الأيام 5 لهذه الجامعة. الحفل الختامي للجامعة الشبابية الصيفية دعا أيضا لضرورة تأطير الشباب في المجال السياسي وضمان انخراطهم في تدبير الشأن العام والتنمية المحلية. مناسبة للالتقاء بالشباب، مناسبة للاستماع للشباب، مناسبة لطرح عدد من القضايا. هناك حقيقة ضرورة أن القوى السياسية وخاصة منها الجادة أنها تلعب دورها وأنها تكون قادرة أنها تأطر هؤلاء الشباب. الجامعة الشبابية الصيفية للشبيبة الاشتراكية ستنهي فعاليتها بمجموعة من التوصيات حول قضايا الشباب ودورهم في تنمية مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. رياضيا، قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم منح المغرب شرف تنظيم تظاهرتين رياضيتين قاريتين، وهما كأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة لسنة 2021 وكأس إفريقيا داخل القاعة فوتسال سنة 2020. وحدد المكتب التنفيذي للكاف خلال اجتماعه بمنتجع شرم الشيخ المصري برئاسة الملغاشي أحمد أحمد الحسم في مصير تنظيم كأس إفريقيا 2019 المقرر تنظيمها مبدئيا في الكاميرون إلى غاية شهر نوفمبر المقبل. بدار البيضاء فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للرياضة والترفيه تتواصل إلى غاية 30 من هذا الشهر، موعد يستقبل إسبانيا كضيف شرف ويعتبر منصة للتبادل والاكتشاف بالنسبة للمهنيين والعموم. أمين هناوي وأحمد الحمري. معرض الدار البيضاء الدولي للرياضة والترفيه يعرف خلال دورته الثالثة حضورا هاما للجامعات والأندية الوطنية في مختلف الأصناف الرياضية من أجل إبراز أنشطتها وإنجازاتها خلال الموسم الرياضي الماضي واستعراض برامجها المستقبلية، كما يتيح لها هذا المعرض التعرف على أحدث التقنيات والأجهزة الرياضية. نعرفوا بالرياضة ديالنا ونعرفوا بالنتائج اللي حققناها، يعني وخاصة النتائج اللي حققناها في الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر، ونتعرفوا على جامعات أخرى ونتعرفوا على مستجدات. كيف كتشوفوا كاع الجامعات والأندية ديال المغرب كاملين حاضرين هنا، لا شركات اللي كيدعموا الرياضة هما حاضرين هنا، ولما لا ما نكونوش فيه حتى حنايا ونمثلوا حتى حنا الرياضة ديالنا والكلوب ديالنا. كما يشارك في هذا المعرض مختصون مغاربة وأجانب في مجال تنظيم التظاهرات والأنشطة الرياضية لإبراز مدى تطور هذا المجال واعتماده على التكنولوجيات والأنظمة الحديثة. نعطيه الأفكار ديالنا لبعضنا البعض وحاولنا نبينوا آخر ما عندنا في اللوجيستيك ولا في الكومونيكاسيون ولي غرادا لي شابيتو لي دالو، هذاك الشيء آخر ما كاين. 10000 متر مربع مغطيه كما كتشوفوا، هي اللي فيها 160 عارض، فيها ان سال دو كونفرنس اللي فيها واحد 30 كونفرنس ولا 40 كونفرنس، جايين منها 50 كونفرنسي من برا. المعرض الدولي للرياضة والترفيه بالدار البيضاء فرصة أيضا لعقد ندوات وإبرام شراكات واتفاقيات بين مختلف الهيئات الرياضية والشركات المشتغلة في هذا المجال من أجل تطوير وعصرنة الرياضة المغربية.
في كرة القدم عاد فريق الكوكب المراكشي بثلاث نقاط ثمينة من تطوان بعد تغلبه على مضيفه المغرب التطواني بحصة عريضة 4 أهداف لهدف 1 برسم الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية. ابتسام مدريس. برصيد خال من الانتصارات منذ انطلاق هذا الموسم، دخلت الحمامة البيضاء مكسورة الجناح وهي تجر هزيمة ثانية، هذه المرة بالميدان أمام ضيف جاء من بعيد وخطف 3 نقاط دون عناء، إذ فاز ب4 أهداف مقابل هدف 1. ضربة البداية كانت لأبناء البهجة، لكن الخطورة كانت للمغرب التطواني، والحارس محمد بعيو أمن مرمه بإحكام. الكوكب المراكشي أراد هنا الإعلان عن نفسه، وسرعان ما أكد ذلك في الدقيقة 8 بهدف جاء بواسطة اللاعب محمد بولكسو. 7 دقائق بعد ذلك الكوكب المراكشي يزور من جديد شباك المغرب التطواني ويسجل الهدف الثاني بعد خطأ الحارس رضا بوناغا اللاعب المالي أمادو سمكي، وبكثير من الحظ يهز شباك المغرب التطواني لينتهي الشوط الأول بتقدم الكوكب المراكشي بهدفين نظيفين. الشوط الثاني بدأه الكوكب المراكشي من حيث أنهى سابقة، هجمة جديدة قادها سفيان الجزير في اتجاه أمادو سمكي الذي أخطأ التقدير هذه المرة. المغرب التطواني حاول العودة في اللقاء، لكن الدفاع المتراس للكوكب المراكشي سد كل المنافذ، بل الأكثر من ذلك أضاف هدفه الثالث في الدقيقة 71 عبر مهاجمه أمادو سمكي الذي أبدع في اللقاء. وفي الدقيقة 74 يتصيد محمد الحلالي ضربة جزاء للكوكب المراكشي بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من طرف اللاعب زكريا الوردي. اللاعب ياسين الذهبي ينفذ ضربة الجزاء بنجاح والهدف الرابع للكوكب المراكشي. وخلال الدقيقة 79 يحصل المغرب التطواني على ضربة جزاء ينجح في تنفيذها اللاعب زيد كروش، لتنتهي المواجهة بفوز الكوكب المراكشي على المغرب التطواني ب4 أهداف مقابل هدف 1، ويتصدر أبناء البهجة الترتيب العام برصيد 7 نقاط.